طبعا عايز اتكلم على حاجه. طبعا شفنا طبعا الماتش الاولاني للنادي الاهلي مع الوداد، وشفنا الماتش الاولاني للنادي الزمالك مع الرجاء. ايه من وجهه نظركم التفوق الواضح في الماتشين بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك على الوداد والرجاء؟ اولا حاجه قلناها كده في الاستوديو ايمن، عدم وجود جمهور بالنسبه للوداد بالنسبه للرجاء حاجه مؤثره جدا، عكس اهلي والزمالك. اهلي والزمالك بيلعبوا من غير جمهور بقالهم فتره، فالاجواء نفسها انت متعود عليها. الضغط الجماهيري اللي كان بيحصل من الرجاء والوداد، خصوصا الرجاء، رجاء من الجماهير اللي هي مصنفه عالميا بالدخلات بالرسومات اللي بيعملوها، الوداد جمهوره صعب جدا. فانت بالظبط شلت 50% من قوه الوداد والرجاء بره من قبل ما تلعب، فدي بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لنادي الزمالك حاجه مريحه، مريحه بره ان انت مش مفيش تحت الضغط الجماهيري بالنسبه للعيبه وضغط الجماهير على الحكم كمان. طب لو كان العكس يا كابتن علاء، كان هيبقى نفس الكلام بالنسبه للرجاء والوداد؟ كان هيبقى الامور العكس فين؟ في مصر. ما برضو جمهور النادي الاهلي وجمهور الزمالك جمهور ليه تقل جامد جدا في الاستاد. ده اكيد. اكيد طبعا يعني. هو بص الاربع فرق بيتميزوا عندهم جماهير قويه جدا جدا جدا. سيبك من النادي الاهلي، النادي الاهلي جماهير لوحدها خالص. لكن باقي الفرق عندها جماهير وبتاثر في الاداء نفسه. جماهير الاهلي معروفه طبعا بمؤازرتها للعيبه وجنونها بحاجه اسمها النادي الاهلي وبطولات في النادي الاهلي. لكن هو الظروف الماتشين دول يا ايمن هم ده اللي حصل. الى جانب في حاجه كمان، فرقتين خارجين من موقعه ساخنه قوي في الدوري المغربي. صح. لحد اخر مباراه انت مش عارف مين هيكسب، فده ضغط نفسي وبدني عالي جدا على اللعيبه. فانت يعني كانت بتخلص دوري مفيش اربع خمس ايام وداخل على ماتشين كبار جدا، اهلي وزمالك، وفرقتك كلها لعبة دوري لحد اخر سنه فمجهدين. الحاجه الثالثه موضوع كورونا برضه هو اثر على بعض اللعيبه فيهم. صحيح. لكن اللي انا عايز اقوله بعد كل الاسباب اللي انا قلتها دي، لما تيجي تقيس مثلا مباراه الاهلي، الاهلي عمل مباراه هناك في المغرب عاليه جدا جدا جدا، محترمه جدا، ثقه في اداء المدير الفني، ثقه في نفسه، ثقه في اللعيبه. حتى ما كنا بنتكلم في الاستوديو هنا ما غيرش طريقته، بيلعب ضاغط، ما عندوش مشكله في حاجه خالص، هو عنده ثقه ان هو عايز يسجل هناك، مسجل اثنين مش هدف كمان، فدي بالنسبه له اديته ارتاحيه كويسه جدا لمباراه النهارده. صح. نفس الكلام الرجاء، مش هو الرجاء برضو اللي بجماهيره واللعيبه مجهده وتعبانه جدا. الزمالك خد المبادره وهدف مبكر، ريح الامور شويه بالنسبه لنادي الزمالك. يمكن الشوط الثاني الرجاء حاول شويه، بعض ملامح الخطوره حصلت من الرجاء، لكن في النهايه 1-0 لنادي الزمالك، نتيجه برضو مريحه هنا. اللي انا عايزه له ايمن، انتظام الدوري بتاعك كمان هنا، والاهلي لما خلص الدوري بدري الامور هاديه خالص، ما عندكش مشكله. لعيبه نادي الاهلي والزمالك تعودهم باللعب من غير جماهير، ما عندهم ما فيش مشكله بالنسبه لهم، بقالك فتره كبيره بتلعب من غير جماهير، في حته الضغط الجماهيري دي بالنسبه لهم متعودين عليها خلاص. عكس بقول لك انا الوداد والرجاء الجماهير اثرت فيهم قوي، وطالعين من معركه في الدوري المغربي اثرت عليهم بدنيا كمان. يعني ممكن النهارده تلاقي فريق الوداد بدنيا احسن، افضل شويه، اقوى، يعني واقفين شويه غير المباراه اللي فاتت. يمكن الرجاء عكس شويه، الرجاء خد فتره كبيره عشان موضوع الكورونا.